ركزوا معي، والله يا جماعة الخير ما في شيء في الدنيا يستاهل. إذا أديت حقوق الله وحق والديك وأهلك وجيرانك وأصحابك فأمورك كلها في السليم بإذن الله تعالى. إحنا مشكلتنا يا جماعة الخير في شغلة واحدة، إنه نزود المثالية شوية. المثالية هذه إذا زادت شوية دمرت حياتك. عيش على طبيعتك، كل مطرود ملحوق. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا فاتك الصلاة أو تأخرت أو عندك أكل أو أي إن كان يكون فأتوها وعليكم السكينة. السكينة يبغى لها راحة، الحياة ما يبغى لها أنك أنت تزود على راسك، ترى بينفجر. يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أنت بتزود بتنفجر، فلا تكلف على نفسك ولا تكون مثالي مرة. الأمور زينة، لو اكتملت الحياة ما خلق الله الجنة، اليوم تخطي بكرة تزيني يلا. ما أقول لك أنك أنت تفرط مرة تفك الدنيا تفك الحبل، لا، لكن لا تشغل بالك زيادة. المثالية أنه أنت إيش تبغى تسوي، يعني أنك أنت تكون مثالي كامل في كل حاجة، أنك تكون كامل في دراستك، كامل في عملك، كامل مع أخوياك، كامل مع أصحابك. هنا تتعب تتعب. لا تدعي المثالية ولا تتكلف على نفسك ولا تكون مثالي مرة زيادة على اللزوم، الأمور زينة. ويا ما كلفنا ومثالية تورطنا. فهون على روحك، أمر الله من سعة، وقول أذكارك، وكل مطرود ملحوق. لو في الدنيا راحة ما خلقت الجنة. مع السلامة.